بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي ومع الجزء الثاني من درس الفريدر فيربس الخاص بحل تدريبات على الدرس عشان نثبت المعلومة عندنا. Let's start. Number one. I think everyone will take in the next meeting. عايز أقول إن كل هيشارك في المقابلة الجاية. Take place, take away, take part, take apart. طبعا هتبقى take part يعني participate. أمال take apart يعني إيه؟ يفك حاجة من بعضها. خلي بالنا من الفرق. Number two, switch all the devices before leaving the office. عايز اقول له افصل كل الاجهزه قبل ما ايه ما تسيب المكتب او تمشي في المكتب. Switch on, off to up. طبعا هيبقى ايه switch off يعني يفصل كل المعدات قبل ما يسيب المكتب. اوكي on يشغل. طب مش هينفع on يعني يشغل، هو خلاص هيمشي يبقى هيفصل، يبقى switch off او turn off. Number three, let's look new ways of walking. يعني بيقول له دعنا ان احنا نتحقق من طرق جديدة للشغل. Okay, هتبقى on, into, to, back. هتبقى طبعا look into. نتحقق من. Number four, you don't have to turn your camera if you don't want to leave it. On, off, okay, on, off. Into off up on up down. يبقى واضح ان هو بيقول له يعني انت مش محتاج ان انت تشغل الكاميرا لو انت ايه لو انت عايز ممكن تسيبها مطفية. يبقى اخد ايه طبعا on واوف. on يعني يشغل واوف يعني يفصل. Number five. At least I have this weekend to catch with the school work I missed. طيب يبقى طبعا احنا قلنا يلحق او يسير catch up. يبقى catch up with. اوكي طبعا في عندي on و into و down. طبعا هي catch up with يعني يلحق او يسير. Number 6. If you neglect your work لو انت اهملت عملك it's difficult to. هل في عندي هنا object بعدها؟ مفيش object. يعني بيقول له هنا انت لو اهملت عملك من الصعب ان انت ايه ها ان انت تواكب او تساير الايه الاخرين. طيب بس مفيش عندي هنا مفعول، يبقى اقول ايه catch down, catch out, up with و up. يبقى اخد up. طب لو في object كنت قلت ايه catch up with others مثلا على سبيل المثال، انما عشان ما عنديش object قلت ايه up. Number 7. I asked here to turn here sound but then it was too much loud. قلت لها توطي صوتها بس مفيش فايدة، صوتها برضو عادي. طيب يخفض صوته او يوطي صوته يعني ايه on طبعا turn on into up down turn down يبقى يخفض صوت، انما up يعني على الصوت. I asked my sister to lock the baby for me. يبقى to lock ايه انها تهتم بالبيبي. Look up, look after, look for, look like. طبعا look after يعني معنى يهتم به او يرى. Number 9. Who has taken your mobile although I haven't yet. طبعا ما عنديش مفعول. يبقى caught up with, found out about. طبعا تبقى found out بس. طب found out about ما زيها بس فرق بس كلمة about عشان مفيش object. يعني لو قلت it أقول إيه I can't found about it. إنما مفيش مفعول فقلت I can't found out. Number 10. Who has taken your mobile? I haven't it yet. هنا جاب مفعول. يبقى خلاص أقول إيه يا ترى؟ found out ولا found out about؟ found out about. اوكي يعني انا لسه ما اكتشفتش مين اللي خده، انما طبعا كوت اب ويز بيجا ورا مفعول بس مش المعنى اللي انا عايزه، دي معناها يواكب او يسير. نمبر 11. We have all the roses in the garden. We have all the roses in the garden. There isn't any left. عايز اقول ان احنا استنفذنا استخدمنا كل الزهور اللي موجوده في الحديقه، ما فيش ولا واحد. طب يستنفذ يعني ايه؟ used up, warmed up, set up, worked out. طب ما تبقى set up. طب معنى يستنفذ او يستخدم كل الحاجات الموجوده عنده او معنى. نمبر 12. To stay means not to go to bed at normal time. معناها ان انت تسهر يعني انت ما تروحش السير بتاعك في الايه في الوقت المعتاد. يبقى to stay up. طبعا في in و at و down. طبعا لا هي stay up. Stay up يعني يبقى ساهرا لفتره طويله. I typed and sent the email and soon logged. يعني أنا بعت الإيميل وبعد كده خرجت. In, on, at, off. طبعا off. Okay. يخرج من الإيميل بتاعه ويغلق الكمبيوتر.
Number 40. My car broke and I had to take a taxi. عربيته تعطلت. تعطل يعني ايه؟ Down, up, out, into. يبقى broke down. 15. You are right to a longer break between work hours. يعني انت محق ان انت تطالب بساعات راحة ما بين ساعات العمل. ساعات يعني او راحة اطول ما بين ايه؟ او فترات راحة اطول ما بين ساعات العمل. Pay back, log in, given in, or ask for. طبعا you هتبقى ask for. Number 16. Please turn the TV while I am on the phone. يعني بيقول يا ريت توطي صوت التلفزيون وانا بتكلم على التليفون. Turn on, off, down, up. يبقى طبعا turn ايه؟ Turn down, يوطي ويخفض. انما turn up يعلي. Okay. طبعا. Don't get nervous. يعني ما تعصبش. Calm. ايه ده؟ Calm down. Back. Off. With. طبعا هتبقى calm down. ايه ده؟ Number 18. I sit on my trip at around 7. يعني هو بدأ الرحلة بتاعته. Off. تبقى sit off. معنى هي بدأ رحلة. I had to the power cable to recharge the battery. يعني لازم أركب الكابل عشان أشحن البطارية. Pay back, pay back, plug in, given, ask for. طبعا تبقى إيه؟ plug in. Plug in معناها إيه؟ يشبك الفيشة أو يشبك الكابل. Okay. I had to the call as there is someone at the door. بيقول أنا لازم أعلق المكالمة عشان في حد بيرن على الباب. Give up, hang in, hand in, blow up. طبعا هتبقى hang up على المكالمة. خليها على الخط لحد ما اشوف مين اللي على الباب. 21. Would you pay your friend the money you owe to him? ممكن ترجع الفلوس لزميلك اللي انت مدين له بيها. يرجع يعني ايه؟ ها. Up, back, again, down. طبعا هتبقى pay back. Everything finally and I was over the moon. كل المشاكل اتحلت وبقى مزاجي عنب زي الفل. اتحلت يعني ايه؟ Talk off, turn it up, went on, work it out. طبعا تبقى work it out. Number 23. This is a difficult word. كلمة دي صعبة قوي. I know. Why don't you look off it? Look it for. Look up it. Look it up. اوكي طب هاخد دي بقى يبقى لوك ات اب لان كلمه اولا لوك اب يعني ايه يدور على كلمه في قاموس او يبحث عن معلومه في كتاب ثانيا انا قلت كلمه عيله لوك كلها اوكي لازم الايه ها بيجي بعدها الايه بيجي بعدها المفعول ثم حرف الايه ثم حرف الجر طبعا ما ينفعش اقول لوك اب ات ليه لأن هنا لازم أحط المفعول فين ما بين الفير والإيه والبروبوزيشن ما بين الفعل وحرف الجر بتاعه. طيب number 24 which mobile phone have you decided؟ يا ترى إيه الموبايل اللي أنت حددته أو اللي أنت رسيت عليه؟ at up to on طبعا هتبقى on. The secretary called السكرتيرة عايز أقول إن هي لغت المقابلة the meeting because the manager was seriously ill. يبقى ذا سكرتري اوف اون ات هتبقى طبعا اوف كول اوف معناها ايه يلغي يلغي الايه الاجتماع الغت الاجتماع لان المدير تعبان I expected my friend to help me but he let me كنت متوقع ان زميلي هيساعدني بس للاسف هو خذلني يخذل يعني ايه ها let me in off down to let me down خذلني Number 27. The air hostess, المضيفة الجوية, asked us to fasten our belts. سألت ان احنا نربط الاحزمة. The plane was about to take. لان الطيارة ستقلع. Take a over, up, out, off. تبقى. Number 28. I asked the petrol station attendant. سألت العامل في محطة الوقود. To the tank with petrol. يملأ التانك بالبترول. Fill in, fill up. Fall off, fall away. طبعا هتبقى fill up. طب ليه fill in ما تنفعش؟ fill in برضو يملأ بس يملأ استمارة بيانات. إنما يملأ وعاء بالماء أو بأي مادة أقول إيه fill up. Okay. Number 29.
I documented to the manager in person. أنا سلمت الوثائق للمدير شخصيا. طيب give up, hang up, hand in, blew up. يبقى I hand in. يعني إيه كلمة hand in؟ يعني أسلم. طيب نشوف اللي بعدها. I found some money in the street and I am going to the police. وأنا هسلمها للبوليس. طيب أوكي، أنا عندي هنا المفعول جاي في شكل ايه؟ ضمير. جاي في شكل ايه؟ ضمير. طبعا المفعول اللي هو بتاع اوكي، لو المفعول جاي في شكل ضمير بحطه فين؟ بحطه ما بين الفريذر فيرب والبروبوزيشن بتاعه وحرف الجر بتاعه. طب ينفع اختم بيه الجمله؟ لا، ما ينفعش اختم بيه الجمله. ليه؟ لان المفعول جاي في شكل ضمير. تاني، لو المفعول جاي في شكل ضمير مكانه فين؟ ما بين الفعل والايه؟ وحرف الجر بتاعه. شوف كده، يبقى hand it in, hand in it, turn it on, turn on it. طب يسلم، انا عندي اتنين اهو، hand it in ولا hand in it؟ هتبقى hand it in. ليه hand it in؟ لان قلنا المفعول جاي في شكل ضمير، لما يجي المفعول في شكل ضمير بحطه في النص ما بين الفاعل وحرف الجر بتاعه. نمبر 31، to set off means to، قلنا كلمة set off معنى ينطلق، اوكي، او يغادر. ينطلق يعني بيترك المكان ويبدأ جديد. يبقى set off means to arrive, leave, finish, go. طبعا leave ده معنى ينطلق. I have already installed the software. We can use instead of installed in this sentence. يا ترى ايه كلمة ممكن استخدمها مكان install؟ كلمة install بمعنى ينصب، ينصب برنامج عشان يشغله. طب install دي ممكن احط مكانها ايه؟ set up. اوكي، يعني ما ينفعش اقول set back ولا set down ولا set off. Set up معنى install. Number 33. The baby has dropped its toy. I'll pick up it, pick it up, it back up, it picked up. طبعا واضح ان المفعول ايه؟ ضمير. اوكي، وقلنا المفعول لو جه في شكل ضمير وجمع up او down او on او off او in او out، اعمل ايه؟ ها، اختم الجمله بحرف الجر وحط المفعول ما بين الفيرب والفريزر فيرب، ما بين الفريزر فيرب وحرف الجر بتاعه، يبقى خد ايه؟ I'll pick it up. نخلي بالنا من الجمله دي. We'd only waited a little when he turned. احنا هننتظر حتى يظهر up in into down up حتى يظهر. 35. I was shocked because I didn't expect him to turn my request. يعني بيقول انا كنت ايه؟ شوكد، مصدوم، لان هو انا ما كنتش متوقع ان هو هيغسلني في تلبيه طلب، يعني يرفضه، ما هوش هيعمل. يبقى turn up in into down، يبقى turn down. This photo is a small photo صغيرة. It needs، عايز حد يكبر. Giving up, hanging up, handing in, blowing up. Blowing up يعني ايه كلمة blowing up؟ يعني يكبر. Make it bigger. Nabil hurt his elbow. Nabil جرح كوعه. In yesterday tennis match and he had two. ويجب عليه ان هو يستسلم، او بمعنى اصح يرضخ للامر الواقع. Back sorry pay back plug in give in ask for. طبعا given، كلمة given معناها ايه؟ عليه ان هو يستسلم، او عليه ان هو خلاص يسلم بالامر الواقع، ان مفيش لعب خلاص دلوقتي لحد ما ما يشفى. Number 38. I had to the application from with my personal data. انا قلت يملا، خدنا لعب عن ايه؟ في الان وفي الاب، ايه الفرق بينهم؟ قلنا في الان يملا استمارة معلومات، انما في الاب يملا اناء بالميه، بالبترول، باي حاجه. طيب هو هنا بيقول application form يعني طلب وظيفه، اوكي، او تقدم لوظيفه. يبقى اقول ايه؟ fill in، fill up، fall off، put away. طبعا fill in. The sugar I had at home ran and I had to go at to go out at midnight to buy some. يعني السكر اللي عنده خلص ولازم يخرج نصف الليل عشان يجيب سكر. ينفذ يعني ايه؟ في عندي out of وعندي out. ايه الفرق؟ لو في object مفعول هقول out of، مفيش هقول out. طبعا مفيش مفعول، يبقى out.
I ran sugar and I had to go out at the midnight to buy some. نفس الجملة بس في عندي هنا إيه مفعول، يبقى out of ولا out out of، يبقى ran out of. يبقى لو في object أقول run out ran out حسب الزمن، ولو ده لو مفيش مفعول أقول ran out. طيب لو في مفعول أقول إيه run أو ran out of. 41. I have invited all my friends to the party but only a few of them showed. أنا دعيت مجموعة من أصحابي بس مجموعة قليلة جدا هم اللي ظهروا هم اللي جم، يبقى showed on off up down up هم اللي ظهروا معايا في الحفلة. Number 42. The shop assistant talked me into buying that expensive t-shirt. This means that he كان كلمة talked into هنا جت معناها إيه؟ ها؟ convince persuade إن هو أقنعه، يبقى allow me to buy it for low prices, persuaded me to come again ولا convinced me to buy it ولا forced me to buy it. طيب طبعا في عندي كلمة persuaded وهي convinced نفس المعنى بس بقيت جملة مختلفة. persuaded me to come again for better collection يعني هو أقنعني إنه أجي مرة تانية عشان تشوف collection أحسن من دي أو معروض أكتر أحسن من ده، ولا convinced me to buy it. you are convinced me to buy it يعني هو أقنع إن أنا أشتري مش إن أنا أخرج من غير ما أشتري. 43. When you wanted to stop call for a short time and resume it shortly. لو أنت عايز تعلق المكالمة لفترة بسيطة. Hang up, switch off, turn off, put away. طبعا هتبقى hang up. 44. Which of the following is not correct. في واحد من الجمل دي في واحدة من الجمل ده هي not correct يعني ليست صحيحة ليست إيه صحيحة. The match ended when one of the two players gave in to the other. The match ended when one of the two players gave in. The match ended when one of the two players when one of the two players gave to the other in. طبعا ما ينفعش إيه واضح إن هي تبقى جملة رقم C. طبعا مش هتبقى A و B. طبعا لان هو الايه الفريزال فيرب عندي كلمه جيف ان معنى يستسلم او يسلم على بعضها، انما لما اقول جيف تو ذا اذر ان يبقى كده المعنى بتاعها ايه اتغير. اوكي 45. Which of the following doesn't have phrasal verb. واحده من الجمل دي ما فيش فيها phrasal verb. اوكي طيب نشوف كده مع بعض. The charger is plugged in. عمر looked at his sister. The mobile is switched off. I know that my PC had been left on. طبعا هتبقى logged at لأن دي طبعا اوكي انا قلت الفريزر فيرب من خواصه ان حرف الجر لما بيضاف له بيغير معناه. طب لو ما تغيرش معناه يبقى مش فريزر فيرب، يبقى logged at نفس المعنى يعني ينظر الى، يبقى ده ما ينفعش فريزر فيرب رغم ان هو ايه فعل ورا حرف جر بس لازم قلنا يكون مغير معناه. طيب number 46. I am going to pick up my uncle from the airport. This means that I am going to. أنا أروح إيه عشان أقابل عمي وأجيبه من المطار. معناها say goodbye to my uncle, take my uncle from home to the airport, meet my uncle at the airport and take him to another place, go to the airport and travel with my uncle. هتبقى طبعا أروح أقابله في المطار يبقى meet. رقم C. يبقى meet my uncle. Okay. at the airport and take it to the A to another place وهاخده المكان لمكان تاني. Okay. Thanks a lot. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. مطلوب مننا ان شاء الله ان احنا نشترك في القناة فعل الجرس ونحاول ان احنا نشير الفيديوهات بيننا وبين اصحابنا. Thanks a lot.